تحية طيبة وأهلا وسهلا بكم مشاهدينا الأكارم في هذه الحلقة من برنامج قراءة في كتاب، حيث يتجدد موعدنا وإياكم مع الكتاب والمؤلفين والكتب ما بين سطورها وفصولها. توقف في حلقتنا هذه مع كتاب ألفه الأديب الكبير والفتى الألمعي المعروف الأستاذ محمد والأحمد والميداح دمبة، عن شخصية وطنية مزجت ما بين الأدب والشعر والتصوف والفلسفة وحتى السياسة. كتاب العميد دمبة الصغير حجما الكبير معنا، حول شخصية وطنية فذة هي محمد والباقة للمولد 39-900 و1000، المتوفى 97-900 و1000. الكتاب حول الأدب والتصوف والحكمة والنضال. أهلا بكم العميد الأستاذ محمد الميداح. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. الكتاب. شكرا. نتحدث بداية عن غالبا عن دواعي التأليف وعن المؤلف. مرحبا. شكرا. دواعي التأليف هي ضرورة إبراز هذا النوع من الأشخاص، هذا الشخص الذي تعرفت عليه وصاحبته طويلا واكتشفت فيه أو اكتشف فيه كل من عاصروه وعايشوه مواهب شتى. فعند إعطائي عنوان الكتاب حيرني اختيار الصيغة الصفة الطاغية على الصفات الأخرى. فهو أديب وهو مناظر سياسي وهو شاعر ومغني وهو من أهل الحكمة، وهو وزيادة على ذلك وهو يمكن القول إنه عالم في العلوم الشرعية، وهو مجاز في اللغة الفرنسية، ويتميز عن غيره من جميع الناس بسرعة البديهة وبالجواب الجاهز. كنا معه وندرك وهو حي أنه أسطورة يمشي بيننا، وغالبا لا يكتشف الإنسان عندنا إلا بعد وفاته. أما هو وهو يسير في شوارع المدرة أو القوارب أو ركيز، فإنك ترى أسطورة أمامك. عنده أفكار فلسفية إسلامية يشرح بها بعض الظواهر التي لا يمكن أن تتصورها. تصور أنه قال لي مرة، وهو معلم فرنسي، إنه استطاع أن يركز أو أن يثبت فهم قاعدة فرنسية من النحو الفرنسي بتعليم آيات من القرآن الكريم. إذن بعبارة واحدة، محمد إنسان رحمة الله عليه، إنسان جامع لكثير من الصفات ولا غرو. فهو سليل أسرة معروفة في محيطها، والده هو المرحوم أحمد سالم الباقة وهو عالم ومؤرخ، وهو من الشيوخ أو يكاد يكون الوحيد الذي عرفته على كل حال المتبصرين المدركين لثقافتي العصري فمثلا حضرت مرة وهو يقنع علماء أجلاء كبار بأن لا آية في القرآن تحرم غزو الفضاء، وأن لا آية في القرآن تمنع أو تجعل مستحيلا أن تتنبأ هيئة ما ببعض الظواهر الطبيعية كالكسوف والخسوف إلى آخره. هذا باقى رحمة الله عليه، الوالد أحمد سالم. وفي عهد النضال السبعينات، وكان ابناه في السجن محمد وأخوه وطال الله عمره، جاء مرة لزيارتهم فقال له الحراس، قالوا له أنت سمعنا عنك تقول لهم عن ما يخسرش وعن السجن ما يخسرش وعن الأنبياء عياوي السجن وعياوي ومرمد، قال لهم هذا بعد. قلت لهم لا، ذهبت بصيفته. على العكس من الشيوخ الآخرين، كانوا كلما زاروا بعض المساجين يجوهم للوم ولتحميلهم مسؤولية
الحالة التي هم فيها. وقبل أن أنهي الجواب على سؤالك أقول إن ميزة هذا الكتيب الأولى هي أنه قدم له الأستاذ نعم. محمد فاروق العبد اللطيف نعم. وهو العارف بالمرحوم محمد الباقة و حقيقة كانت مقدمة نعم على مستوى جيدة مستوى جيدة المقدم نعم صحيح كلنا سنعرج على التقديم له وهو تقديم جيد. العنوان أيضا الأدب التصوف الحكمة النضال من حياة الراحل دون غيرها. حقيقة العنوان لا ينبغي أن يكون طويلا، فلو كان يستحب طول العنوان لكتبنا صفحة عن ميزات هذا الرجل رحمه الله. نعم، هناك نبذة عن حياة الراحل ذكرتم أنفا قضية نبوغه وكذلك والده رحمه الله رحمه الله. ما شدكم إلى شخص الأستاذ الراحل حتى تعلقتم بها تعلق؟ حقيقة أنا معجب به منذ الصغر وأعرف أنه لم ينل حتى الآن حقه من البحث، ويمكن للباحثين عدة أن يتناول كل واحد منهم جانبا من شخصيته ولا يقع تكرار ولا ملل. وأنا معجب به، معجب بشعره، معجب بحكمه، بأجوبته الجاهزة، وذلك هو الذي حملني على التأليف حول شخصيته. وهذا كتيب تجريبي وسوسعه إن شاء الله. إن شاء الله ذلك. جميل. قضية الجمع ما بين التصوف والنضال، نضال وطني وأيضا سياسة بمفهومها يشمل، هناك مفهوم أيضا للسياسة لديكم أنتم الاثنين لا شك. نعم، نحن في الحقيقة هو كان من قواد ومن رواد الحركة الوطنية الكادحين، وأنا من مناصريهم. وفي الحقيقة ما عندنا نحن نجيب دعوة لركيزة واحدة في ذاك النوع من التصور والنظر. جمع ما بين التصوف و تصوف قضية أخرى عند محمد الباقة وأوسع من هذا كله. فهو من ناحية هو متصوف لا وجاهدها ويقولها في شعره تجاني مقدم يغير بعد ملي هو كل شيء آخر. نعم، أنتم كشباب متنورين آنذاك كيف يعني أقنعك أو أصبح الرجل بالنسبة لك قدوة في مجال السياسة حتى مجال حتى التصوف أيضا؟ أنت التصوف أنا لست كتبت عن تصوفه؟ كتبت عنه ولكن عن تصوفه هو أنا تعجبني كل فكرة يقتنع بها حاملها. لست ضد التصوف، مثلا زايد عندي هو اللي يتبصر أشياء لا أعرفها ولا يمكن، ولكن شدني إليه أيضا أساسا شعره وغناه. غناه على مع أن في بيتين متجاورين، وتابعته ولا قط بعبارة واحدة ما قط كسرت له شيء ولا كسرت الحد من اللي ساكن ذاك الحيط اللي ساكن هو فيه. وكان والده شيخي تعلمت عليه الكثير، وإنسان آخر اللي يستحق كتاب آخر. جميل. المنطقة كانت تحفل بجهابذة العلم والصلاح وأيضا الأدباء والكبار إلى غير ذلك. ما ميز لديكم محمد باكا؟ محمد متميز. هذه المنطقة فعلا منطقة إيجيدي، منطقة إيجيدي هذه رأس مالها هو العلم والفكر بصورة عامة، العلم والثقافة والأدب. هذا هو القاع. لا تجد إنسان إلا وله نصيب من ذلك. وكان مرحوم باقة والده السالم الباقة كان قدوة في الأدب قولا وسلوكا. ما محمد فقد امتلك أخلاق وصفات أهل المنطقة
ولكنه أيضا زاد عليهم بثقافة أخرى فيها قدر من الصراحة، ليس في المنطقة، وقدر من المشي على الغرض لما هو جارح، وتعظيم الرب بحسانية معناها زاد قلة الانصياع لأغراض للمجتمع. أما ذاك اللي مقتنع به يعدله هو وتوه ولا قادر يشفيه. جمعكم التعليم جمعنا هك دخلت مارست التعليم في آخر ممارسته له. جمعتنا وزارة التهريب هنا تيجي، كان هو مديرا فيها ومديرا مساعدا، وكنت أنا مفتشا. هي غير جد حياتنا بعد اللي نركز عليه، لكن اللي خلق مازلنا هكات هي شغل الخيام. جميل. نتحدث عن قضية مفهوم السياسة والنضال السياسي للراحل محمد. محمد كان هو مغني الحركة الوطنية ديك الساعة، بهاللي حركة الكادحين استعملت الأدب الحساني والعربي تقريبا للتحسيس، واستعملته كسلاح، وكان وقعه على الحكام آنذاك كوقع السهام، هم اللي يعبرون عن الأفكار التي يحملونها، يعبرون عنها شعرا بسيطا يحفظ بسهولة ويؤثر كثيرا. والمرحوم محمد عنده أسلوب سنتحدث عنه، أسلوب شعري يبهر، اللي يأتي شعره مسابا كأنه كان موزونا قبل أن يتناوله. جميل. هنا قضية أيضا فهمه للسياسة والمجتمع، وكان يتحدث عن كل الأمور التي تحدث المجتمع. في الكتاب هناك حديث عن عيد المرأة والتوجيه كل الأحداث الوطنية. نعم. الشعر كما ذكرتم أيضا كان له ميزات، طابع خاص. ما طابع خاص تسمعه الإنسان فيظن أنه يعني شعر، أنه قاعد يعدله هو غير ما يتوقع على ذاك الحق ذاك ما هو حق. نعم. وكان أقراض الشعر طبعا اللي دائما بتوت الغنى، هو أساسا هو كان في الغنى، هو في الغنى هو شاعر يقول الشعر، غير ما هو مركز عليه. وتناول جميع الأغراض، منها ما هو هنا ومنها ما لم أتطرق. تناول مثلا غرض الغزل وغرض النسيب وغرض جميع الأغراض. نعم. ولكني هنا ركزت يعني على مستوقفكم نعم مستوقفكم في الكتاب من أغنى. نعطيك مثال، عنده مثلا هذا نص النضال السياسي يقول بسم الله، هذا بالتاريخ، بسم الله اليوم بسنتين التاريخ، الفلك وهويين الاستعمار ومناظرين الاستعمار، ولو نتواجه من مجي الاستعمار من السنت وسباب مجي على بابه، عنده همين إلى بلد ثلاثة، فيديش من التجارة فاتلين صنعوا، داير مادة شريه وداير باش يحصل لعوين في شجاه باش يكاشي وباش وشي يشري بيه المكين ويخلص عمال ويعطيه طريق الشمل المال جديد من هون عوين الحديد والملح وشي ثاني مفيد يعقد قيل وفيه يوفيه. هذا تتسمعه. نعم. هذا شيء الشيء القديم اللي كان المستعمر يتكلموا عن ذلك. نعم. كثيرا. نعم. يتكلموا مولي عن قضايا أخرى. هذا قطاع طوال، هو من المطولات به اللي يتحدث عن أشياء في نص واحد. هذا عيد المرأة مثلا. نعم. المرأة عادة في كل يوم 8 مارس يجتمعوا العليات ويعدلوا شي من التظاهرات اللي في الحقيقة يظلوا يرقصوا ويغنوا ويبيعوا شي من الجوارات وفي المساء ينقشع هذا كامل. وهذا في الحقيقة ما هو العيد لما هو ما عنده بلا فائدة. يقول لهم هو 8 مارس عند الدول المرأة تتقدم شوف وتقول مطالبها عند المسؤول وتقول اللي عدل وتقول العدل والمزار يعدل، ما هو عيد حفول. وكيف تعيد العمال؟ ما هنو بشوي ينباع
ولهب انحلال الطب، ويوم عيد الزي للرجال ويوم التهجال، وبيعت ويزية وشويت من الكداد وتوي شغليت ومديد وماس وترديت مبانة وطبيل والاشعال وجوير وفريو وتذويب وتذويب ندويت وزير الى اخره. هو هنا ينعت طريقة اللي الطريقة اللي يوثق لي يوثق لي عيد مرانا ذاك المثلى لعيد ما ينبغي ان يكون عليه العيد. جميل. قضيت الشعر ايضا، الشعر في التصوف ايضا وعلاقته مع الاخوه ما بين موريتانيا والسنغال وغير ذلك. فعلا شوف ذاك النص نص مهم، هو متصوف ويتم معانا نحن جماعته اللي يعرف حتى يدخل عنا في نفاق لا نفهمه. في مرة يقول يا ربي هذا قال إلى غرك، هذا عقب قال لي والله قص وقع ما هو حتى ما يشرح ما يبقى شرح غناه. قال لي عنه ضد التكبر مثلا، يقول يا ربي قضاضني، يا ربي قضاضني من فوق لتحت، انت الا انا قضاض تحت وعندني من توق الفوق نجي مستربت قار. هذا في الحقيقة بالنسبة لنا احنا اننا احنا ما نفهموه ويبقى يتم ذلك. هو ذلك هو مفهوم معناه انه مجانبه من التصوف نعرفه من ولا غناه. وهذا بعد قاع احداث 89 كان اللي الشيخ عبد الله النص في السنغال دور فيها لصالح المهجرين ولا المهددين من الموريتانيين. حقيقة فتح لهم المساجد عدل ياسر مشي متعدل، حتى انه مانيجر اللي محرمي قاع هو جاب لهم منها اسراج الوتات، حتى انه قال لهم عنهم يقضوا حاجاتهم في البلد اللي بغاوا. ومحمد تلميذيهم وقرر فيه الخير. يقول 14 شهر قرن تخطات هجرية وثمان سنوات وثمان اشهر تمت ومشات هاكن ويبا من رمضان يوم ثلاثة فيه، واستنتات شيات بين اهل الحيوان واهل الحريث خلافات من خلافات اهل سنقان، بالزر القبلي سرق اللات وناقر وفي الدول وفي الدوني فلان، وسنت تاريخ انتهاكات في سنقان اموال البيضان اهل موريتان ولجات في ايديها طنك الموريتان، وانهانت في سنقان ورات العريه والجوع وبيان الديقه ماتوا ذو زينات غليان الظهر علي طليان. يعني انك بالك بالمنين 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 تقلب على اخبار شيخه وما قام به شيخه، قاموا اهل المدينه. ما اهل المدينه؟ نعم نعم نص. قاموا اهل المدينه بالحاج عبد الله قاموا فوان، ما هو كل رقاش يقوم عشراية الحمير من الصوم عقياب بريل إلا يوم شفيه وعشرين، الحمان يريف يلمتين يليطون مية وبريل ورمضان في كولخ في الصيف، ولا خاف حد ورا ذاك وذاك شاف جمعوا تلقاط من أصناف الناس، وقام الدار قبان إلا حكم المشاوي الشواف كراو الشرطة والكيران، والناس التقطت من الأشراف ومن الغابة ومن الدرقان، وانتقروا عند الحاجة لا فريت الناس ومكسوف أمان، ولقاوا عليهم فما أطراف الأمان والإحسان والإيمان، وبلغنا عنهم شي من تلاف الحيوان وشي من الإحسان ومن بذل النفس ولا اعتراف أكثر من شي موزن كان. هذا الشي ما تنساه الناس لأهل الشيخ إبراهيم النياس. جميل. وظل الخير ينسي في الباس، وخير البيضاني دور يبان لا عاد فيهم خير انقاس، ظلمتوهم بالخير تنفصلهم في الخير الى اخره. جميل. هناك ايضا ملاحق في الكتاب تحدثتم عنها حول الادب الحساني وتسميته. دائما كنت اناقش معه قضايا الغناء، وهل حان الاوان لكتابه عروضه او ما زال في غنى عن ذلك بسبب تلقائية معرفته.
ما قد تظهر لنا عنه ضروري، ضروري يعد له عروض، والله زاد وقع بعروضه، ولكن ضروري يبين عروضه ويرتكز عروضه على التقاء الساكنين في التافه الويت الواحده. ومن يتيت نعدل هذا عدلت نص ودراسه لكل بيت من بتوت الغناء المتداوله ونعت اين تقع يقع التقاء الساكنين ان كانا يلتقيان، يراهما خارجين بتوت ما يلتقوا فيهم، واذا التقيا يعود ذاك معكبي خاسر. اذا عني عدلت عروض لهذا وزدت في الملاحق باغاني شهيره عيت نكتبها كأغنية الكتاب وأغنية الخير جانب مجيكم، وأغاني سياسية وأغاني مولي اجتماعية كيف لصالح التبرع بالدم، وأغنية لصالح وكتابات لصالح التلاميذ والدراسة إلى آخر ذلك. نعم، هنا نسأل عن المدارس الأدب الحساني من وجهة نظركم والأنساق الأدبية الموجودة. المدارس بالأدب الحساني حسب رأيي، وهو رأيي لا أدعي أنه هو الرأي الصواب، أنا لا أقسمها على أساس الجهات ولا المناطق، به اللي يجبر حد من هذه الجهة اللي نحن فيها أغناه يتقاطع مع أغنى حد في الحوض، يجبر حد من الحوض أغناه يتقاطع مع حد من التقانت، والله معناها خارج من المدارس يركز أهلها على اختيار الكلمات والبدع ونزيز الكلمات على حساب المعنى. ليك مدرسة وفي كل بلاد يعني المناطق مرتان كامل، هناك من يعتمد على الرن الموسيقية بدل وخارج مدرسة تعتمد على ظرافة والغناء البسيط كيف ومثلا باش تعرف عندي عنها ما هي مدرسة شهوية ولا عندها علاقة بها. أنا مثلا أجعل سيدي محمد ولي القصري تجعله في نفس المدرسة مع أحمد دبومبا ولا أحمد الأمين من ترارز وهلم مجرة، أغناهم متشابه مثلا دمهم واحد، أغناهم دم واحد، بينما تجبر اثنين قاعد أخوت واحد يميل واحد من المدارس وواحد يميل واحد من المدارس الأخرى. ماذا عن الأدب الحساني حاليا؟ أنتم كأدباء وباحثين في المجال أيضا الحمد لله عندكم في كتابات، نظرتكم للأدباء حاليا هل أثر عليهم ما هو موجود من اللغات اللغة الضعيفة للأدب أو الحسانية حتى صح التعبير؟ لا أنا ظهر لي عن الأدب الغنى، وراني دائما ما كل ما وجدت فرصة أميز بين الأدب. نعم جميل، كنا سنسأل عن كل ما وجدت فرصة أقول ذلك. الغنى الحساني أنا أرى أنه يعيش أزهى أيامه في هذه الفترة، خارجين مغنيين كبار ذيك ما هو سنا، خارجين بجميع الأعمار مغنيين كبار ومتان، ويتناولوا جميع الأغراض ويتناولوا الأغراض اللي متماشية مع حاشيات المجتمع الآن. أنت لا يمكن أن تغرق الساحة الأدبية بالشعر حول النسيب والله حول الغزل، عندك القضايا الراهنة، عندك قضايا البيئية، وعندك قضايا السياسية والأغنية الاجتماعية، وهذا يتناوله المغنيين ويقولوا شي زين، والله إلا خارجين مولي وحدين يقولوا شي ما هو زين ولا هم عالمين به، وتكسر فيه المشقر فيه إلا قضية الألقاب الشاعر الكبير والشاعر الواقع له. وهذا يحيل القضية أيضا هي الأخرى مهمة، هي قضية أحيانا يسأل عنها بعض الأدباء، مراتب المغنيين مراتب المغنيين أنا ظاهر لي شخصيا ايضا مولي يلي يدعو حاسب مادة اخرى ما هو الظاهر لها، ولكن ذلك انا غادي لي شيء. انا ظاهر لي يعني يبدا رقا جوزن الوزان هذا اللي يعرف عن الكتاب عن وزنته التراب ويقد يعدل من هذا تخربيش لين يجي قاف، لكن الوزان لا هي يتطور لين يعود قال له بقاف يعني ذاك بقاف ويقد يقول قاف ويقد ما يقول ويعقب يعود يبدع عليك، معناها يسطر كلمات ويعدل قد يعدل طلعة زينه ومسطر فيها كلماته، ولكن الهدف عنده كان اختيار الكلمات اللي تكون على نسق مع التفلوات الاخرى، فالمعنى ما هو المركز عليه. نعم جميل. الى مثلا اعتنع للمعنى اعتنع معناها على الوزن والمعنى واضاف له المعنى، عاد ذاك الغنى عاد قال له مغني قد الصار
الى عاد مغني يقد الصايع وديب يقد يعود ما هو ديب يقد يقول شيء زين غير ما هو ما لا يرقى الى مستوى الادب. الاديب هي المرحله العليا عندي مع اعترافي بان الاديب قد لا يكون مغني قد ما يعود مغني غير بعد هو من راسه اديب. والادب اللي قال في الغنى والادب في السلوك لا واحد لا واحد جميل واحد مقبول من واحد جميل. الادب في السلوك والادب في الغنى واحد نعم. تحول قضية البتوتة ايضا ذكرتم اتفاقكم مع الراحل بعض الامور حولها. البتوتة قاعد البتوتة قاعد بالحقيقة ما هي اللي عنهم متوافقين عليهم الناس كامله اللي ساكنه في المحيط البيضاني كامل الواسع الفضاء البيضاني الواسع. حق الصاعن اللي تختلفوا في تناولهم مشهور منهم مشهور نعم. والمبارك معه اللي ما زالت الناس مشهور منه البتيث باشكاله والبتوته السباعيه البوير ومريميده وعمران وتيدوم وواحد اخر صغير وخارجين البيت الكبير باشكاله يا غير خارجين مولي واحدين اخرين ماتلا وخارجين ماتلا وسع عنده يا غير بعد مولي قدر سجل سمعت الناس في الساعات تروحهم وتقول فيهم شيء. جميل. كانت هناك من خاتمه حول تلخيص لما ورد في الحلقه خاصه حول الراحل محمد باكر. حقيقه اسمح لي في الخاتمه نترحم على استاذي وصديقي ايضا مع فارق السن وفارق كل شيء محمد الباقاء وان اطلب الله عز وجل ان يبقي ذلك المعنى وتلك الاخلاق الفاضله ان يبقيها في اسرته وهي الحمد لله وان يطيل عمر محمد اخيه وأن ينفعنا بعلمهم نعم. والكتاب أيضا ستعدون حلقة نسخة أخرى إن شاء الله أكثر الكتاب تجريبي أنا نعم. أنا متبارك مع تكملة له درست فيه شيء من الشعر وما هو ما هو ما هو ما درسته وأغراض أخرى وقد لاحظت بعد صدوره أن به أغلاط مطبعية قاتلة ولا بخل تفطن ولكن هذا فيه اللي خلوته صحح شيء وتجبر الصبح خاسر. بالتوفيق ان شاء الله العميد. شكرا جزيلا. شكرا لكم ضيفي الكريم العميد الاستاذ محمد الاحمد الميداح دنبا. كما اشكركم مشاهدينا الكرام على المتابعه. لكم تحياتي وتحيات فريق البرنامج في امان الله.